بالعراس بالعرايس والله الحظ ما دار الحظ دواخ وسطالون كانوا يودونهم مي مثل دارنا القديم. دوركم شلونه؟ دارنا القديم جابنا العفاء وحطنا الملفة عبيض القشة واخذوها. العرب يظلون لابسين وما يرمونه. اي يما قاعده الحظ وين راح رمونا وقليل من ظل لابسته. اليوم جينا لقرية تابعة لناحية حمام العليل، هذه القرية راح نشوفكم إياها اليوم مطلة على النهر، مكانها مميز جدا، اسمها قرية الصلاحية، تعالوا وياي. مثل ما تشوفون حاليا احنا هسه بأحد المزارع، مثل ما تشوفون وراي بيت الطين. وهاي الروحانية والبصمة وين ما نروح وين ما نجي تبقى هذه بيوت الطين لها معزة خاصة عندنا من جمالية ومن روحانية، وهيك تذكرنا تحس انه ذكرى، اكو ذكرى، اكو شي باقي ذكرى. جينا حالها حال باقي القرى، قرية الصلاحية او الصلاحية تتميز بالزراعة، بس بشنو؟ هسه راح نعرف اكثر. ويا ابو واثق، ابو واثق شلونك؟ حياك الله. يا اخبارك؟ الحمد لله ان شاء الله تكون بخير. بخير الحمد لله. صار لك ايش قد بهاي القريه؟ والله من الولاده. من الولاده؟ كنا قريه هناك اسمها جينه. نتيجه الفيضانات يعني تحولنا هنا على القريه الصلاحيه. يعني هي نفس جينه الصلاحيه لها اسمين يعني. لها اسمين؟ يعني ايه تقريبا يعني بالستينات من جت الفيضانات حولتنا من جينه. تحولنا صلاحية. جيت هنا شوي اعلى. ايه على ما خلصنا من الفيضانات، وانا من الستينات احنا هنا، راسم بني نبيه هنا دون طين اول مره مثل ما تشوفين. صحيح. كانت دون طين، وبعدين تطورت القريه بعد الثمانينات. بدنا نشوف اكو صارت بنايات عاد. صحيح. زين، ما شاء الله بدنا نشوف بستانكم كل شيء بيه. اول شيء سولفنا بشنو تشتهر؟ بزراعه شنو تشتهر؟ والله القريه تدري يعني اهم اكثر شيء زراعتهم الحنطه والشعير. واكو فلاحين يعني معتمدين يعني دائما يعني ما يعوفون فلاحتهم مثل الرقي والبطيخ والباميه وهذا يزرعونها سقي. هذول واكو بها لا على المطر على الزراعه النص او اكثر من النص هي تنزرع حنطه وشعير. زين هسه نشوف احنا ما شاء الله الرمان والتين وبعد شنو اكو فواكه؟ والله انا بس زارع هذا اللي مثل اللي تشوفون هنا، واكو هنا سجارتين يعني واكو سجار هذا الخوخ واكو سجارات عندنا تمر السنه زرعته اول مره اكو هناك بذيك الصفحه تمر؟ اي تمر زرعته السنه نجح؟ والله يا سنه زرعته يعني نجح هسه يعني مخضر شويه يعني حتى يمشي، سابقا ما زرعت التمر. زين واكثر شيء هذا الرمان والحمد لله. حلو الرمان والبرتقال وعنب وبرتقال هذا هاي برتقال وهناك رمان، بس ما شاء الله رمان عندك هوايه. والله مكثره اكثر شيء تدري ان الرمان شويه وجه متين مثل ما نقول احنا. يعني ادنى شيء راس يطلع مو مثل بعض فواكه مثل البرتقال لا يراد له مداراه يكبر شويه شويه، هاي نزرع اقلام انشخ عود يعني مثل ما تقولين قلم ويطلع يفرع سجار ما شاء الله ومخليه في سبيل الله. هاي من يجي ياكل منه اطفال كبار اللي يفوت وهذا لا نبيع ولا هذا. كثير الناس تقول تنبيع تنشتري كذا ما كذا لا ما اقبل. يلا على روح الميتين مثل ما يقول ان شاء الله ان شاء الله يا رب والحمد لله ما حد عامر بيكم وعامر القريه بناسها واهلها. شكرا جزيلا لك. حياكم الله الف هلا. الله يحفظك يحفظك ربي. يلا تعالوا خلي نروح لغير مكان. وصلنا إلى مضيف الشيخ محمود أحمد العطلة، خلينا نتعرف أكثر. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك شيخ؟ هلا 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 بك. أخبارك؟ يا هلا. إن شاء الله تكون بخير. أهلا أخوتنا، أهلا أهلا بأختنا. الله يخليك يحفظك ربي. يحفظك ربي يا طيب. من الموصل اللي هنا. الله يسلمك يحفظك ربي. شيخ نريد اليوم نسولف على القرية وعلى المكان ومنه اللي يسكن المكان. الحقيقة هي امتدادا هي قرية الصلاحية. نعم. ولكن امتداء لقرية جهينة، قرية جهينة اللي تقع في حاوي جهينة
اللي اسمها مأخوذ من خربة الجينة العباسية القديمة اللي ذكرها الأستاذ عبد الموجود كان مدير عام التربية كتابه الموصل بين العهدين الراشدي والأموي. مرج جينة والمرج تتبعه عدة قصبات حسب ما يقول الأستاذ عبد الموجود. نعم. كتابه الموصل بين العهدين الراشدي والأموي. فأخذت التسمية من هذه التسمية الخربة اللي لازالوا يسكنونها من أبناء أمومة. ليش سموها الصلاحية؟ اسم الأرض قديماً الصلاحية. ليش؟ يعني الأرض والله تسمية مثل ما يقولون هذه التلة الفلانية والتلة الفلانية. يقال أنه بوقت من الأوقات من احتلوها كانت جداً صالحة للعيش. أكيد أكيد هي المنطقة. ولهذا سموها الصلاحية. المنطقة كلها صالحة للعيش هنا يعني. كلها زراعية. نعم. زراعية ديمية. طيب خلينا نجي على أغلب العشائر اللي تسكنها. الحقيقة يعني قرية الجينة اللي هي حاليا صلاحية، لأن الحقيقة اعتزازنا باسم الجينة اسم علم، نار على علم. فحاليا الصلاحية اكو تعايش معنا يعني جزء من الحياليين، اما اغلب العشائر هم مجبور الواوي. ونعم نعم تعالي بارك الله فيك جزاك الله خير. والحياليين ناس ساده والمراسمه الساده اللي هم ماخذين اسم الدخين عن المتعايشين والكل مصاهرين ما شاء الله. اكو بعض البيوتات يعني بيتين ثلاثة خلنا نقول من غير عشائر، أما الأغلبية هم مجبور الواوي. والنعم منهم أكيد، وإن شاء الله عامرة بيكم. شكرا جزيلا لك ونورتنا وشرفتنا اليوم بالبرنامج. حجية شلونك أخبارك؟ والله الحمد لله. إن شاء الله تكونين بخير. الله يعافيك وما يستر. الله يسلمك. صارت ايش قد بهذه القرية؟ بنخلجنا يمه. هذا عمرنا هنا قضينا. يا عمري. اي والله. زين سولفي لنا عن ذكرياتك، عاداتكم، تقاليدكم. والله خاصة بالأعراس. هاي يمه. بالأعراس. بالعرايس. والله الحد يمه دار الحد دواخ وصالون. كانوا يودونهن مي مثل دارنا القديم. داركم شلونه؟ دارنا القديم جابنا العباء وحطنا الملفة عبيض القشة وخذوها. دارنا حلو الثقافة. يا مرحبا. بسم الله. الحس دارنا الثقافة صار يمه مي مثلنا قبل. ماكو مو مثل مو زيكم. وين يمه. زين. تذكرين ايام عرسك؟ لا نبي نتجوز. انا زدت عند اخويا هنا. اها اي والله انت اخويا. زين سولفونا عن عاداتكم تقاليدكم. اي يمه والله احنا لحزنا تحت هذا حالتنا عذر قبل طلعنا عدنا يمه الحمد لله عدنا الشاي بدلال بس ذوب واستعبطل عدوس ذوب بطل. زين هاي انتم مربيهم؟ هذا اي عمرنا احنا ما عاد نقدر نكملها وهالظلن يمه حطينا لايلون وتشنك عليها. ايش نسوي ما ماكو فلوس ما عندنا. قال هالشايب وتقاعد. تقاعد؟ اي ما عندنا يمه وترتعاي البرقو. ولا عليه. قال هالشايب. اي والله. احنا بيت اخوان احنا عازلين هم يعني خطيب. بس كلكم بيت واحد. لا هم واحد جيران احنا هذا بيتنا. وهم جيران. اخوه. اخوه يعني ناس يصيرون. زين سولفونا على قعداتكم لماتكم. والله الحمد لله احنا لحزنا احنا وبيت اخوي مع العهد قبل. ها تحت الثقافه ما طفت. تعليلتنا قومتنا قعدتنا. ناكل ناس ناس نشرب. مثل عاده قبل لحزنا يمه. حبيبتي. اي والله يمه. يعني بقيتوا على نفس اي على قبل اطلع قبل اي على قبل اي والله يم ما لا الحزن حلو أي. بس احلى تشوفون قبل اي والله يم وين حصاد ابو فيجو اي تشوفون انه ذي
ذيك الايام احلى. اي والله جسمه طيب ذيك الايام. ليش؟ دار قديم يمه، كنا طبيبنا نعرف، امراضنا نعرف على الله. وانا الحين عايشين بلا طب دايم. يا عيني. ايه. لا لا ان شاء الله ما عندكم غير الصحه والعافيه. الله يعافيك ويستر عليك. الله يسلمك حبيبتي، ان شاء الله ما عندكم غير الصحه والعافيه. وخير البيت. وعليكم السلام والرحمه. يا هلا. يا هلا يا هلا حجيه. اخباركم؟ الله يعافيك. هاي انتم خوش قاعده هنا من تقعدون؟ اي يطلعون هنا. اطلعون هنا انا اقعد. اي يمه نقعد هنا. انت شو تصيرين منها؟ هذه مرت اخويا. وهذه همينا ذا الخوات. احنا خوات. خوات. اي هذه مرت اخويا وبنت عمي. عم بتعمكم ومرت اخوكم؟ اي اي اها حلو. سولفيني هم تتعاركون لو لا؟ لا لا ما تتعارك. حبايب بيتين ومطابشين. بيتين ومطابشين. ما تتعاركون؟ لا لا ما عندنا جهال تعرفين. ولد عم كلهم. اي كلهم ولد عم. كلهم هاي اللي عندي عشان. يا عيني. هم بيتين هم الله يجيبها عليكم ان شاء الله يا ربي. هاي اللمه الحلوه. الله يعافيك خيي. وهذه يعني تسوى الدنيا هاي القعده هنا. اي والله لا تزعلون. يستر عليكم. شنو ما تعرفون لا تزعلون ولا ما لا لا يما لا تتزعلون. اي والله لمن العجايه تكاونون كل ما تكتب عجايه وتكتب. اي لا ما تزعلون. زين هاي اللي لابسين شراوي شو يسموها؟ هذا كيش. 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 انت ليش الكيش مالتك مختلف عنهم؟ انا والله بكيفه لي البستية. هاي تسووا باليد؟ اي باليد يحكون حياك يما البنيات. انا جيت هذا هذا شوفي. اي والله يا اختي جيت اضربوا لي لبستوني هذا. الزاجه يقول احنا عرب عيب. انطعن. كنا بنطعن. ويقوم عادي انا ونزلين او طلقك او تلبسين من هذا يما ولدت صاروا على اهلي وقاموا يحكوا علقه ترمينه دي خلاص نلبس ويجي الشراكه على القحي قلت لا والله ما القحي ما القحي وشلبوا عاد بهذا الكيس وحبيتي ولبستي يعني اخذني ما شتلاه وش قدر وقفت على الطلاق وما رميت الكيش. هذا قبل احنا يما قبل احنا العرب نقول هذا الشرف العرب يعني العرب يظلون لابسين وما يرمونه. ايه اي يما قاعده الحزن وين راح رمونه وقليل من ظل لابسته. لا لا الحزن راح اللي يرمي هذا احنا يعني ما ديننا القديم. لا ما يريد هذا ما يريد. اي مو يعني ويا الموديلات اللي نزلت. اي يما ويا الحجابات. اي والله. المدارس الحمد. اي طبعا لا شلون؟ اي مدرسه بس هاي ما دار قبل اطيب وين اطيب؟ اي لا نعرف مرض الحس ذقر الدهن سكري هذا وين كنا نعرفه؟ كنا على دهن السمن مال الحلال نحب الحلال ونستوى الدهن مال السمن. مسوين حنه على طاري تسولفين انت وعلى طاري الحلال والهاي خلينا نعوف الحلال بعدين نرجع لطاري الحلال. ايه بس الحنة دا أشوف مسوين حنة شو كان عندكم عرس؟ لا لا يعجبني يعجبني زين هاي تسووا بدار صبغ الأظافر؟ لا ما نستحرم ما نصلي وتخلون حنة بيخلون للرجل بعدهم يسوون يزغرفون قاعدين ولادي شعري بدل ما نحطني نحط حنة أأجر هذا الصباح يعني هذا كله استحرمه اهل قبل هم ما يحطون حنه حنه التحنون فيها فالحنه التحنون يما حبيبتي والنعم منكم الله يعافيك الله يسلمك. إيه.
إن شاء الله يا ربي دائما تكونوا مرتاحين وفرحانين والصحة والعافية عندكم. الله يستر عليكم. والله كلش استمتعت اليوم وياكم وهاي قعدتكم الحلوة هاي السنة. هلا فيكم من هي اللي قال. الله يسلمك. هاي السيدة أظل قاعدة نروح نحكي على الشناين ونروح نحكي على الجيران وهاي. على هيجي قاعدة. أي الله يستر. الشناين بنياتنا لما نجيب بنات العالم مثل ما نضحك على بناتنا نضحك عليهم. يقول المصلاوي يقول اتشنى ملك والبنت كرك. البنت تزوج وتروح بس اتشنى تظل عندنا. صحيح والله صحيح. لما نتخلف بلاد حتى احنا عندنا ثلاث جناين هي نجاعتين استوه احنا وياهن. ما يتعاركون؟ لا لا الحمد لله والولد وياهم اخوه ما يتكاونوا ما يتعاركون ما لا الحمد لله ما يتعاركون. ادور دائما ادور عركه بين الشنه ولا لا اكو مشكله اكو اكو يقولون يقولون لو تشنه حبت العمه بليز دخلت جنه. العمه لو حبت تشنه اذا العمه تسوي تفرقه بين هاي وهاي يصير معارك واذا العمه مساويتهم سوا ابد ما تصير معركه الضب مرتاحه. مساويتهم؟ اي مساويتهم مساويهم انتم؟ بالضبط هذه وظن هذه تشي ما تريدوا لا تصير معركه 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 تكامل بس تصفين السوه وحده عازله ولا عليها اكيد تحبين العندك اكثر من العازله لانه العازله وراحت وعزلته احبك يا نافعي ما سمعتي القاعده عنده تطبخ لي تخبز لي احبك يا نافعي احبك يا نافعي كيف تجيب لي حب طبخت يا عيني يستلم عينك ايش اصخر بنتي هالوحده ما صخره بقد ما كنتي عاد احبها تعال تعال انس الله يحفظهم لك ان شاء الله. استمتعت وياكم كلش كل الهلا خي عاشت ايدكم شكرا جزيلا لكم هي اللي قاعده هلا يا عمري انت كل الهلا راح نقوم ونروح لغير مكان ونكمل مشوارنا. تسلمين يا غاليه. وصلنا عندهم بقريه الصلاحيه عندهم عيون كبريتيه، وحده اسمها عين الصفرة ووحده اسمها عين صبيح. هذه العيون الكبريتيه هي حالها حال باقي العيون الكبريتيه اللي موجوده اللي مثل ما نعرف بالشتاء تكون دافيه وايضا لها العلاجات يستخدموها بالعلاجات، لكن هذه العيون اللي احنا واقفين يمها اليوم الواحد ما يقدر يبقى واقف من ربع ساعه الى نص ساعه، اكثر ما يقدر بسبب الغازات اللي موجودة ممكن إذا بقى أكثر بالمكان تسبب عدة حالات إغماء. إن شاء الله تكونون استمتعتوا ويانا يا رب. إحنا كلش استمتعنا أجواء حلوة شوية أسهل اليوم التصوير لأنه الجو درجة الحرارة تغيرت. استمتعنا كلش بقرية الصلاحية هذه القرية الحلوة باستقبال أهلها وناسها واستقبالهم الحلو. الله يديم ان شاء الله يا ربي هذه الاهالي اللي راجعه وقاعده ببيوتها وما شاء الله عليهم يعني هيك شي قريه بيها حركه حسيت كلش اكو حركه هوايه. اضافه مثل كل مكان نروحه موقعها السياحي المميز والمهمل مع الاسف. لا تشوفون اكيد الاطلاله على النهر فتشي. يلا لهنا وأقول لكم باي باي وإن شاء الله المرة الجاية من نجي نلقي هذه كلها شاليهات إن شاء الله باي.